صباح الخير يا جماعة. الساعة دلوقتي 7:30، عشان كده هتلاقوا الدنيا برا لسه ضلمة، بس الشروق هنا الساعة 8، فلسه نص ساعة كده عقبال ما الشمس تطلع. بس انا بحب اول ما اصحى اصلي الفجر، فعملت كده. دلوقتي بقى هروح اشغل اذكار الصباح واعمل الفطار. يلا بينا. الفطار اللي انا عادة بفطره البيض بالتوست، سلطة، عصير، وكريم كراميل، ومفروض يكون في شيبسي يعني، بس انا خلصته بصراحة. اوكي سو بعد لما بكون خلصت اذكار الصباح بروح اتفرج على اي حاجة ليها علاقة بالكي بوب. طبعا عندنا هنا لينا، مش عارفة اتفرج على ايه، هشوف واقولكم. اوكي قررت اتفرج على BTS In the Soup لانه احلى حاجة في الوجود، بس فهتفرج على ده دلوقتي وهفطر. متنسوش تاكلوا يا جماعة، اوكي؟ انزل بصراحة عشان الجو ساقعة، فاللي هو عايز افضل قاعدة بس. يس طبعا عشان الجو تلج الجاكيت ده لازم يتلبس، والجزمة بتاعت المطر اكيد. اوكي خلوني اوريكم الاوتفيت، ومفيش غير مراية الحمام اني اوريكم فيها. بس لبست قميص، ولبست طبعا الجاكيت ده عشان الجو التلج، ولبست الشنطة دي Hope World، بحبها اوي الشنطة، و الجزمة مش هعرف اوريها لكم بقى بصراحة، ممكن في الاسانسير. بس يلا بينا عشان انا تقريبا متأخرة. Let's go. طبعا يا جماعة الدنيا بتمطر، مفيش حاجة جديدة. فيا يلا نروح الكلية بقى. جو تلج. ده اكتر حاجة تقريبا بحبها في الكلية بتاعتنا، ان احنا على جبل، فالفيو بجد تحفة. بس لما بتشتي ما بتبقاش احسن حاجة. الجو بجد ساقع، يعني درجة الحرارة 9، مش عارفة اروح فين. المهم هروح اخد الباص دلوقتي عشان اروح. Let's go. هلو، الجزمة اهي. المكان الوحيد اللي اقدر اوريكم فيه الفول اوتفيت. اخيرا رجعت البيت. دلوقتي تقريبا هعمل نودلز او رامن او اندومي زي ما تكونوا عايزين تقولوها، اللي هي الكوري. I'm really excited، وهجرب عامة اكل كوري معاكم دلوقتي. فيلا بينا because I'm excited. Let's go. هو زي شيبسي بالجمبري، فده هجربه معاكم. وعندي رامن كتير قوي، فانا مش عارفه اجرب ايه دلوقتي. بس عندي بقى دي الشين راميون والجاجاميون. مش حاسه اني عايزه اكل جاجاميون النهارده بصراحه، فخلوا ده الفيديو تاني. خلونا النهارده نجرب الشين راميون عشان كل الناس بيقولوا ان هو حلو. هو طبعا سبايسي، كل الناس بيقولوا انه حلو، فاما نشوف. عندي ده اول حاجه، وفي ده من قلنا تايلاند، ده بالخوخ وانا اكسايتد قوي لده لان انا بعشق الخوخ. وفي ده من اليابان، ده اللي فيه الكوره اللي بتنزل من فوق. برضه ده اكسايتد قوي ان اجربه، فهجربهم كلهم معاكم النهارده. فيا ليتس جو. خلوني دلوقتي اعمل بس الاندومي دي الاول او الرامن دي الاول واجيلكم قبل ما الناس تسأل. حلال يا جماعة، اوكي. I am back. وعندنا الشن راميون. كنت هوقع ميه، ريحتها حلوه قوي بصراحه. اوكي هي تحفه بصراحه، طعمها حلو قوي، بس السبايس بس طعمها حلو قوي. محتاجين بقى ناخد حاجه كده نشربها. ابدا بقى انه خلونا نبدا بده عشان انا متحمسه قوي اني اجربه. عصير عنب يعني. اوه ريحته تحفه. اوكي اوه حلو قوي. طعمه مش فيزي، لان انا اصلا الحاجات الفيزي اللي هي الصودا يعني بتوجعلي بطني، فحلو قوي ان هو مش فيزي وعصير عادي يعني عصير عنب. خلوني اجرب اللي هو اللي بالبيتش اللي بالخوخ، وده فيه قطع وده برضه على فكره فيه قطع عنب جوه برضه يا جماعه. حلال للناس اللي بتسال. اوه واو واو البتاع ده جبار. yeah, I think. اوكي بعد كده قايل ايه؟ ناخد دي. هو في كوره هنا، شوف انتوا شايفينها ولا لا؟ كوره شفافه، معرفش ايه اللي هيحصل بس يعني البتاعه دي المفروض ان احنا نبريس داون. اوكي حاسه ان انا اعملها وهي على الترابيزه احسن. تقريبا هي عايزه قوه. اوه اوكي الكره نزلت اهي فعلا. I don't know if you can see it. I think you can. ايوه This is so cool. بعدين اللي بيحصل That's weird. واو I love it. طعمه بالفراولة، فعامل زي فانتا اللي هي الفراولة. معرفش لو جربتها قبل كده ولا لأ، بس معرفش بصراحة ايه لازمة الكورة. I think ان هي for fun. I don't know I'm not sure بس يعني. اوكي هو انا بحب الجمبري. اوكي ريحته ما تشمهوش. It's really bad. طعمه فيه هنت جمبري اللي هو ايه في الاخر خالص، بس هو حرفيا ملوش طعم خالص. It's so cute يا جماعة. في رينبو هي نص رينبو أو ربع رينبو بس مش مهم still cute. المفروض ان انا انزل اروح الجيم دلوقتي، بس انا عمالة اتأمل الرينبو. مش عايزة اعمل فوكس عليها عشان الازاز بس يعني yeah. هاي جايز، اخيرا قمت من السرير بعد لما خلصت اكل وتصوير كل حاجة. دخلت السرير ونمت، ما حسيتش بنفسي. الساعة دلوقتي 4:30، فانا هنزل اروح الجيم عشان انا محتاجة انزل بصراحة، لاني زهقت من القعدة في السرير وما عنديش حاجة اعملها، فقررت اروح الجيم. مش عارفة هعرف اصور جوه ولا لأ، بس هنكتشف مع بعض. فيلا بينا. اوتفيت الجيم ليتس جو. طب هقول لك كده ليه. يلا لسه بقول يا جماعه هي الدنيا مش بتمطر راحت ممطره على طول. المهم انا هستنى الباص خاطر ما بتهزرش. شكلي بيضحك قوي الصراحه، بس الجو ساقع فايه محدش يكلمني. انا خلصت الجيم بس معرفتش اصور جوه قوي عشان كان في ناس كتيره جدا. بس انا مروحه اهو، المفروض بقى اجهز اكل عشان اكل. ما تسالونيش ليه بس بحس ان الصحب قريبه قوي في اسبانيا، مش عارفه اشرحها لكم ازاي، بس بجد فعلا يعني انا بحس ان الصحب قريبه قوي قوي مني بالزياده. طبعا مش هتأمر لان انا واحده بتعشق حاجه اسمها سحب. الساعه دلوقتي 6:30 والمغرب قدام، زي ما انتوا شايفين الدنيا بره خلاص بدأت تليل، فانا هصلي وبعدين اطبخ. عملت الاكل ثواني بي تي اس. عملت فراخ زي ما قلتلكوا بالصويا صوص، وكان في مكرونه جاهزه كنت عاملاها يعني زمان فحطيتها، وفي خيار وموزه وعصير. ودلوقتي بقى هتفرج على اسمه ايه، In the Soup، هكمله. فيا ما تنسوش تاكلوا يا جماعه، food is important. بحب انام وده مفتوح عشان معرفش بحب اتفرج على المنظر وانا نايمه، ولو الدنيا بتمطر بالليل بحب اتفرج عليها. بس المهم ان انا هدخل انام دلوقتي الساعه 10:30 داخله على 11 كده، وعندي صحيان بدري. ف يا جود نايت، باي انيونغ.